حصرية البلاي ستيشن 5 الجديدة والغامضة ريتيرنل والقادمة من الاستوديو الفنلندي هاوس ماركي صاحب ال 25 عام في تطوير الألعاب. الاستوديو اللي آخر ألعابه اشتملت على البلاتفورمر والشوتر مع نيكس ماشينا ماترفول وإليانيشن، والعامل المشترك بين هذه الألعاب هو الأكشن والسرعة، واللي الظاهر بيكونوا أيضا عناصر مهمة في ريتيرنل. ومو من الغريب على استوديو هاوس ماركي العمل مع سوني بشكل حصري، فأيضا على إصدار البلاي ستيشن 4 الاستوديو قدموا لعبة ريزوغان، واحدة من ألعاب الإصدار الممتازة للجهاز وحصلت على تقييمات عالية وثناء اللاعبين. وعلى ما يبدو إنه هاوس ماركي ناويين يستخدموا خبرتهم اللي جمعوها في تطوير هذه الألعاب لتقديم لعبة شوتر من منظور الشخص الثالث، ورح تكون بشكل جديد على الاستوديو في مشروع يعتبر الأضخم والأكثر طموح بالنسبة لهم. وفي هذا الفيديو جمعت لكم كل الكلام والمعلومات المهمة عن الحصرية الغامضة ريتيرنل. على حسب كلام ميكاييل هافيري مدير التسويق في الاستوديو على موقع بلاي ستيشن بلوك، ذكر انه في ريتيرنل مشروعهم الاكثر طموح راح يقدموا تجربة اكشن ضخمة من منظور الشخص الثالث، مع تواجد للسرد القصصي في اللعبة بشكل لم يتم تقديمه في العابهم السابقة. فقصة ريتيرنل واللي بتكون من بطولة سيلينا المستكشفة للفضاء والمجرات راح تبدأ بعد هبوط مركبة سيلينا على احد الكواكب الغريبة والمتحولة وفقدانها لذاكرتها، وراح تضطر انها تستكشف بقايا معالم الحضارات اللي كانت موجودة على الكوكب في محاولة للحصول على اجابات والهروب. الهروب اللي على ما يبدو راح يكون صعب وبيتحول للصراع للنجاة والبقاء ومحاولة لكسر سلسلة الموت والاعادة، لانه في هذا الكوكب المتحول والعدائي كل مرة تفشل فيها سيلينا وما تتمكن من النجاة والهروب راح يتم اعادة الدائرة وتبدأ الرحلة من جديد ومن البداية، لكن مع تحولات وتغيرات على الكوكب. وعلى هذا الكوكب المعزول الاقتصاد في الموارد بيكون شيء مهم للنجاة، ومع كل مرة تموت وتعيد فيها الرحلة مو فقط الكوكب اللي راح يتحول ويتغير، بل حتى الأدوات اللي في حوزة سيلينا، الشيء اللي راح يجبرك على تغيير الاستراتيجية بحسب الموجود. هذه العناصر في طريقة اللعب شهيرة في نوع الألعاب المعروف بروغ لايك، واللي تعتمد على مراحل متجددة وإعادة البدء في كل مرة يخسر فيها اللاعب، مثل ألعاب هيديس وديد سيل. والظاهر إنه هاوس ماركي ناويين يدمجوا هذه الآلية مع الاستكشاف، والشيء الخبيرين فيه عناصر من ألعاب البلاتفورمر، فاستكشاف الكوكب الفضائي راح يكون شيء ضروري للحصول على بقايا تقنيات الحضارات السابقة والاستفادة منها في معركتك ضد الكوكب. أما قتال المخلوقات الغريبة الموجودة على الكوكب المتحول واللي أيضا عنصر رئيسي في اللعب، فراح تعتمد على السرعة والأكشن وتفادي أنواع الضربات المختلفة والكثيرة من الأعداء. ومن العروض اللي شفناها وكلام الاستوديو واضح تركيزهم على جعل القتال جميل بصريا مع تواجد للألوان المتنوعة والفاتحة اللي تكسر ظلمة الكوكب المخيف. وطبعا بما انه اللعبة بيتم تطويرها بشكل حصري للبلاي ستيشن 5 فراح تستخدم كل المميزات الجديدة اللي يقدمها الجهاز من سرعة التحميل والعودة بشكل فوري مع بداية كل سلسلة، واستخدام خصائص الدول سينس في محاكاة البيئة والعالم بشكل يزيد من وعي اللاعب بمحيطه، بالإضافة للتنويع في طرق استخدام الأسلحة وأنماط الطلق المختلفة. وعلى حسب كلام الاستوديو فبالإضافة للكوكب المخيف والمظلم والأعداء المرعبين نقدر نتوقع أصوات تزيد من الرعب والاندماج، سواء من الهدوء المخيف والمعزول أو أصوات المخلوقات المرعبة الموجودة. هذا الاندماج راح يزيد خصوصا مع استخدام السماعات اللي تدعم تقنيات الصوت ثلاثي الأبعاد. لحد الآن هذه كل المعلومات المتوفرة حول حصرية PS5 Returnal، واللي غالبا بما انه موعد صدورها قريب نسبيا مع توفرها في 19 مارس 2021، راح نشوف ونعرف اكثر عنها في الفترة القادمة. لكن في المجمل هي لعبة تدمج بين عناصر العاب الروغ والبلاتفورمر مع تواجد للاستكشاف والقتال في بيئة مخيفة ومرعبة وفضائية، وشخصيا اشوفه دمج مثير للاهتمام يخليني ابغى اعرف اكثر عن اللعبة. لكن يهمني اعرف رأيكم وحماسكم على ريتيرنل، وهل تتوقعوا انها ممكن تكون مفاجأة سارة كعنوان جديد كليا؟ وكالعادة اي معلومات جديدة حول ريتيرنل او غيرها من بقية العاب 2021 واللي جمعت اهمها بالنسبة لي في فيديو خاص على القناة
فراح تلاقوا دايما كل الكلام المهم على بلاير 1. وعشان لا يفوتك شيء هم ضغطتين على الاشتراك وعلى تفعيل الجرس. وإذا وقتك يسمح لك اعطيها نظرة على جديد فيديوهات القناة. وكالعادة شكرا على المشاهدة.